حول الموسيقى العربية وجهلها من ناحية بشكل عام من ناحية الغربيين أو الأوروبيين، هل تعتبر في ذلك خطأ من ناحية الموسيقيين الشرقيين بحد ذاتهم بأنهم لا يؤدوا ولو بعض الأحيان هذه الموسيقى، أي أو يقدموها إلى الأذن الغربية بطريقة تقربها إليهم كي يستمعوها ويتمعنوا بها؟ لأن المشكلة التي يلاقيها الغربيون لدى سماعهم أي موسيقى عربية هي مثلا الترداد والموسيقى على وتيرة واحدة دون معرفتهم لسبب الترداد. فسيدة أم كلثوم مثلا إن كانت تردد في موسيقاها وفي أغانيها كان لذلك سببا، كما أظن هو لكي تمكن الجمهور من تعمق الموسيقى، من حفظها وحفظ الكلمات قبل وصولها إلى نهاية المطاف وإلى نهاية. نعم. والشيء الآخر هو جهل الموسيقيين الغربيين أو الأشخاص العاديين الغربيين، جهلهم للموسيقى الشرقية بحد ذاتها ولميزاتها، ويجعلهم بعض الشيء يجعلهم بعيدين بعض الشيء عن هذه الموسيقى ولا يتحملون سماعها. ولكن لو قدمنا للغربيين هذه الموسيقى بآلات قريبة إليهم، لا أقول، لا أعني بذلك تغريب الموسيقى الشرقية، بل أداء الموسيقى الشرقية بطريقة تقربها لأذان الغربيين، ثم أداؤها بطريقة شرقية محض تجعلهم يفهمون الموسيقى الشرقية. ألا تظن أن ذلك طريقة سليمة أو طريقة من شأنها أن تقرب الموسيقى الشرقية إلى أذن الغربيين بشكل أسرع؟ طيب، ما هو ده المطلوب، يعني هو ده ما أرى فيه التطور، إننا نطور الموسيقى من داخلنا لا من حشر أشياء غربية على موسيقانا. إنما أنت حضرتك بتدخل الموسيقى الشرقية في كوب من العسل يستسيغه الغربي فيشربه فيطرب، وأنت في هذه الفترة لم تخرج عن جلدتك الموسيقية ولا عن وجدانك الموسيقي، بل استطعت أن تكسر هذا الحاجز وأن تدخل الغربيين في تذوق جمال الموسيقى الشرقية، الذين كما ذكرت أنهم من داخلهم مؤمنون بأنها هي المنبع وهي الأصل وهي الحقيقة، كما شأنهم في كل العلوم وكل الفنون. فبطريقتك هذه أنت تطور الموسيقى بشكل لا يتعارض مع جوهرها. هل هناك من أو ما هي الانتقادات التي يوجهها الشيخ إمام إلى بعض الفنانين الكبار، مثلا إلى المطربة الراحلة سيدة الطرب الشرقي سيدة أم كلثوم، أو إلى السيد عبد الوهاب، أو إلى فريد الأطرش أو عبد الحليم، أو إلى السيدة فيروز، كل من هو صاحب ذي صوت جميل وألحان يتغنى بها أي إنسان عربي؟
وددت لو أعرف ما هي الانتقادات الرئيسية التي تواجهها ربما إلى بعضهم، إن كان هناك من انتقادات. هو يا سيدي، نحن لا نكره الغناء ولا نكره التغزل، ولكن شريطة أن يكون في وقار واحترام، ولا يخرج عن إطار المعقول. شريطة إن نبتعد، أصل تعرف كمان من الأشياء التي يعني تفسد جو الغناء وتخرجه إلى مجون، عملية تعاطي بعض الأشياء كالمسكرات والمخدرات في جلسات الغناء. بالطبع إذا ما تسلطنت هذه المواد طبعا بيخرج القائل والمستمع إلى مجون وحش أوي أوي أوي، ولذلك نحن نكره أن نخوض هذا الشيء، لأنه يخرج عن دائرة الوقار وعن دائرة ما نعتنقه من الحياة التي يعيشها شعبنا العربي في كل تطورات حياته. شيخ إمام، لو أن فنانا مبتدئا استفاد من تجربة الشيخ إمام، من صموده، من صبره وطموحه الواسع، لو أن فنانا مثل هذا يرغب في أن يحظى بكلمة أو بنصيحة من الشيخ إمام، فماذا تكون هذه النصيحة؟ أقول له: إن يدي في يدك وقلبي في قلبك، وأحذرك من موجة تأخذك بطريقة أو بأخرى. يعني مثلا قد يكون المطرب أو المطربة ذو صوت جميل وبتعتريه، وهذا كثير جدا، حياته المادية بتبقى يعني أليمة جدا، فممكن بطريقة إن هم يغروه بالأموال علشان يقولوا له: يا سيدي معلش المرة دي قول الغنوة دي وخد القرشين الكويسين وعيش عيشة المترفين وبتاع. متى دخل الدرجة الأولى حيفضل كما يقولوا أن الألف تجر إلى الياء. فأنا أطالب من عنده القدرة للتحمل على السير في هذا الطريق الذي نعلم جميعا أنه طريق كله أشواك، والذي يمشي عليه يمشي حافي القدمين، فلازم أن يكون يعني قويا صمدا صلبا، وفي نهاية المطاف إنه ستكون له الغلبة بصلابته ويعني مدى قوته على تحمل هذا الشيء. وأنا أشد على يده وأرجو أن يكثر، وهو بدأ يكثر، عندنا موجود، عندنا في تونس فرق موسيقية، عندنا في فلسطين فرق موسيق ملتزمة، يعني عندنا في لبنان ناس ملتزمين، عندنا بس للأسف الشديد كان عندنا بعض الأشخاص عندنا في مصر، ولكن أغرتهم الجهة الإعلامية بالأموال، فحصل عندهم خروج على هذا، وقالوا إننا لسنا قد القمع وليس إحنا عايزين نعيش. ولكن مع هذا
هم أنا عايش أحسن منهم. أنا عايش أحسن منهم ليه؟ لأني ساعة ما بخرج من عتبة البيت كل أهل المنطقة بيتسابقوا في أنهم يقودوني إلى ما أنا صائر إليه، اللي بيجيب لي الشاي واللي بيجيب لي اللقمة واللي بيعمل كل شيء، وأنا عاوز إيه أحسن من هذا؟ فحب الناس والإيمان بهم والالتفاف حولهم والالتحام بهم، هذا هو وسام يوضع على صدر الذي يريد أن يعتنق هذا الطريق. والمادة هي وسيلة وليست غاية، يعني بحيث ان انت لما تكوني ليكي مزاج تجيبي لقمة عيش معاكي الحق اللي انت تجيبي به لقمة العيش، عايزة تجيبي هدمة تلبسيها معاكي الامكانية اللي تجيبي بها الهدمة تلبسيها، معاكي قيمة الاجرة التي تسكنيها لصاحب الاجر تدفعيها لصاحب الاجر، وما عدا ذلك فليس له اي شيء. شيخ إمام، لقد ذكرت في بداية الحديث أول تهمة لفقها لك ولأحمد فؤاد نجم النظام والتي لم تنجح، والتي كانت المخدرات لوضعكم لزاجكم في السجن، ورغم ذلك أدخلوكم السجن، ولكن حسب ظني أن هناك أنهم لفقوا لكم بعض التهم الأخرى فيما بعد، منها أنهم اتهموك يوما بأنك هاجمت على شرطي ودفعته ورميته أرضا، وربما هناك بعض التهم الأخرى. وددت فقط في سبيل تعدادها لو عددتها لنا. هو يا سيدي العزيز، في سنة 77 لما راح الرئيس السادات إلى القدس والالتقاء بالنظام الصهيوني، هو كان كل ما بنعمل حاجة ويقبضوا علينا وبنخش السجن بنمثل أمام محكمة مدنية، فكانت بتفرج عننا وهو يعترض وهي تفرج وهو يعترض وهي تفرج وبنخرج. فحينما بعد أن جاء من مرحلة زيارته للقدس أصدر قرارا جمهوريا بعدم ذهابي إلى جامعات مصر، وبعد هذا صدور هذا القرار جاءتني دعوة من كلية الهندسة بجامعة عين شمس عندنا في القاهرة، فلبيت الدعوة وذهبت إلى الكلية، وتصدى لي بوليس الجامعة وتصدت له الطلبة وأدخلوني رغم أنف البوليس، وأقمت الندوة، وفي اليوم التالي بالطبع كما هو منتظر قبض علينا وأودعنا السجن. وأصر الرئيس السادات على أن نمثل أمام محكمة عسكرية، ومثلنا أمام محكمة عسكرية. والحقيقة عندنا في يعني نقابة المحامين فيها ناس شرفاء شرفاء شرفاء، في كل قضية كان يترافع عننا عظماء المحامين، وبالذات في هذه المرة بعد مرافعات ومرافعات ومرافعات، وقعدوا بقى ايه ممثل النظام جاي يقول ان الشيخ امام تعدى على ضابط الامن وضربه. فالقاضي طلب مقابلة أي حضور هذا الضابط الذي قيل أني ضربته، فسأله القاضي هل اشتبك بك فلان؟ فقال له لا.
فكانت هذه ضجة في المحكمة وسخرية مما كان يقوله ممثل النظام في المحكمة، وحكمت المحكمة ببراءتي وخرجت